هنتكلم دلوقتي كمان وهنشوف مع بعض تقرير صورته كاميرا يحكى أن عن ندوة خاصة بمناقشة رواية سنوات الجري في المكان للكاتبة نورة ناجي. تعالوا نشوف كده مع بعض التقرير ده ونرجع نبتدي حلقتنا مع حضراتكم. الحقيقة خدت تقريبا 10 سنين في الشغل على الرواية دي. هي في الرواية بتدور أحداثها أصلا في العشر سنين الأخيرة من 2011 ل 2021، وهي فعلا كانت بدأت تتشكل في 2011 مع كل التغيرات اللي كانت حاصلة. يعني 10 سنين دول فيهم حصل كل شيء. أنا كنت برصد التغيرات اللي حصلت للجيل بتاعي أنا في العشر سنين دي، إزاي إحنا حاسين إن إحنا بنتحرك وبنشتغل وبنعمل حاجات كتير جدا، وإيقاع الزمن حتى سريع، ورغم ذلك عندنا نفس الشعور بالثبات في المكان. فمن هنا بدأت الفكرة، والحقيقة مستوحى من معرض فني اسمه 30 يوم جري في مكان الفنان أحمد بسيوني، بقالها سنة دلوقتي صادرة ولا تزال في أصداء كويسة جدا والناس لسه عايزة تناقشها وتتكلم عنها. فدي بالنسبة لي حاجة كبيرة يعني مهمة. لما الفكرة تلح جدا على دماغي، أحس إن في زنة كده شغالة وقتها بتترعش تقريبا علشان أكتب، بس أنا باخد وقت طويل جدا في البحث، هو ده اللي ممكن يكون يعني أكبر حاجة في العمل ككل. والله أنا دلوقتي بقرأ كتب في الفلسفة عشان أنا بدرس فلسفة في كلية الآداب في جامعة طنطا، فتقريبا كل قراءاتي منحصرة على الفلسفة. يمكن آخر كتاب كان عن علم الجمال بتاع دكتورة أميرة حلمي مطر. بوجهة خاص غير انها مهتمه بالكتابه النسويه، انجيجد قوي، مشتركه قوي في هموم المجتمع المصري، بتكتب عن الثوره، بتكتب عن الثوره باهميه، يعني مش بتكتب القشور، لا بتكتب بعمق عن الثوره. فالحقيقه هي مش بتكتب سطحيا عن المجتمع، لا بتكتب بعمق واحده عايشه في المجتمع وانجيجد جدا في كل مشاكله. يعني بصراحه العنوان ملفت جدا، ان ما ينفعش حد اصلا يفضل يجري في نفس المكان سنين. الواحد لازم طول الوقت يطور من نفسه، لازم يتعلم حاجه جديده، لازم يعمل حاجه ما عملهاش قبل كده، سواء بقى هيقرا روايه، هيلعب رياضه، لازم الواحد ما يقعدش سنين في مكانه. يعني فعنوانها شدني وحاسه ان انا عايزه اكملها، بالذات ان هي كمان فيها خاصيه كده ان هي عايزه تربط كل الحواس ببعضها، فدي برضو حاجه انا بحب القرايه اللي هي بيبقى جواها مغزى مش مجرد بتقرا كلام على الفاضي. في الحقيقه انا جاي ندوه النهارده علشان كتاب رائع بتاع الاستاذه نوره ناجي، سنوات الجري في المكان. هو كتاب تجربه ادبيه جديده من نوع جديد، هو بانوراما ادبيه في الحقيقة، لأنه مختلف ومتميز. ونورة ناجي عودتنا في الأدب بتاعها على التجريب وخوض التجارب الأدبية الجديدة، فده شيء ممتع جدا ويسعدني أن أنا أكون في الندوة النهاردة. يعني كتاباتها دايما بتتسم بأنها السهل الممتنع، ودايما بتبقى عايز تقول حاجة بس بشكل سلس وبسيط، وكتاباتها دايما فيها سرد نمطي.